السلام ومرحبا بكم. مبادرة مناظرة للمنظمة الرائدة في تنظيم المناظرات ترجع لكم بحلقة جديدة من برنامج جمهور تهمنا البودكاست. يحضر معكم من وراء الميكرو وسيم الحمادي على إذاعة الماندرا فام. كيف العادة مانيش وحدي، يحضر معي اليوم خالد زريبة من سيليوم اف ام وملك بن يحيى من ملك بغرغا فام. مرحبا بك ملك. ملك اليوم هي ضيفة البودكاست. اخترنا باش نحكي لكم اليوم على موضوع مهم برشا واللي خذا صدى كبير عند الرأي العام بعد برشا حوادث صارت، اللي هو موضوع العنف في المؤسسات التعليمية. قبل ما ننطلقوا في الحديث على أسباب ومظاهر العنف هذايا، خلينا نشوفوا شنو مفهوم للعنف. خالد، بالنسبة لك انت شنو هو العنف؟ بحثت ياسر أنا ورشرشيت ياسر على العنف، لقيت أنه العنف هو بريسيون، هو قوة تمارس ضد الآخر بأنواعه الكل، جسدية معنوية لفظية، تخلي تأثير سلبي على نفسية الآخر وتخليها يفقد ثقة في روحه والناس اللي دايرة به، وتخلي إنسان عدواني ويكون عنده سلوك مضطرب وينجم زادة يخلي الإنسان يعاني من أمراض ومشاكل نفسية كما الدبريسيون. ما نجمش نزيد برشا كلام على الكلام اللي قاله خالد. دونك العنف هو اي سلوك ينجم يؤذي طرف، سواء كان مادي ولا لفظي، جسدي، جنسي، فما برشا انواع نتاع عنف. واضح. دونك ملك لخصت لنا كل شيء. معناها العنف كما قالت ملك نجم نعتبره اي سلوك يؤذي الاخرين، سواء كان مادي، لفظي، نفسي، جنسي، كل انواع العنف. لكن هنا نحكيوا على العنف في اطار معين، هو المؤسسات التعليميه، يعني في المدارس، في الكوليج، في الليسي، في الجامعات والكل. السؤال ما تروح لهنا، شكون اكثر الاطراف اللي تمارس العنف حسب رايك ملك في المؤسسات التعليميه؟ ما نساوش فما اكثر الاطراف الحق، على خاطر النسب اكيد باش تكون متفاوته، اما ما نجموش نقولوا فما طرف يمارس العنف اكثر، كما نجموا نحكيوا على الاساتذه، على الاطار التربوي اون جينيرال، كما نحكيوا على التلامذه ولا الطلبه ولا اي طرف موجود يعني في المؤسسه التربويه. بالنسبه لك انت خالد، لهنا انا نرجع للدراسه حسب رئيس جمعيه التونسيه الاولياء والتلامذه رضا زاهو، اللي قال انه تكرر العنف في وسط المنظر المدرسي منذ العوده المدرسيه، وقال انه يتم ما بين 15 و 20 الف حاله عنف سنويا داخل المؤسسات التربويه، معناتها حالات يعني عنف كبيره ياسر. يعني كان لخص ونحب نقولوا ان العنف انتشر برشا توا في المده الاخيره في المؤسسات التعليميه، وانه الاطراف اللي تمارس فيه تقريبا مختلفه، معناتها هنا نحكيوا على التلامذه، على الطلبه، على الاساتذه، على العمل، على الاداريين، يعني تقريبا كل الناس اللي موجودين في المؤسسات التربويه مارسوا العنف باشكال مختلفه. هذا لا يعني ان نعمموا لهنا، راهو نقولوا للساده مش للساده كل يمارسوا، والا التلامذه ولا الطلبه ما همش كلهم يمارسوا. خلينا نقعدوا في تجربكم الشخصيه، شكون فيكم نهار من نهارات تمارس عليه عنف، والا هو مارس عنف، والا شاف شكون من زملائه اللي تمارس عليه عنف؟ نبداو معك خالد. انا عشت على شيء، انا ديما ما نخدمش الواجب من المدرسه، الواجب نتاع الدار ما نخدمش خلاص، عاد ديما انا كيف تراح كل عشيه، كل نهار اثنين الصباح ماكل تراح. عشت من 6 سنين نتاع مدرسه كامله، من اولى ابتدائي لسادس ابتدائي، كل يوم ناكل في 20 10 ضربات تراح بالعصا، عشتهم الكل وما اثروش فيك. هاني صح سطار بحذاك لاباس. فما كذبات هذوكم نتاع العصا اللي ناخذهم كي كنا صغار في المكتب، معناها بونك فما شكون يحب يصنفهم مع العنف، معناها امين نقول يمكن ما نعموش باش، خاطر فما اسيد اللي فريمون جوست كي هكا العصا كم تاع باش تخدم الهوورك نتاعك ديزون. مي سينو انا فما حادثة شت عليها قبل نتذكرها كي كنت نقرا في الكوليج، انا الحق ما تعرضتش لحتى نوع يظهر لي من انواع العنف اوغوزمون والحمد لله، كمان حتى كان انا ما عشتش حاجه هكا اثبت فيا. جافي اون امي كي كنا نعملوا البرودكسيون اكريت ما كانتش ياسر باهيه في الفرنسي، هو نجم نكونوا عنف، نقولوا عنف لفظي او هذه باش نحكي عليه معناها، والعنف اللفظي ماهوش اقل اهميه من اي نوع اخر نتاع عنف. دونك كانوا الاساتذه مش استاذ واحد كان يستعملها الطريقه ذي، فما طريقه انهم ياخذوا برودكسيون اكريت نتاع واحد من التلامذه ويقراوها قدام القسم كامل معناها، ويحطوا الاسم عليه ويبداو الكلاس كامل قاعدين يضحكوا، الاستاذ بيدو يتنمر معناها على التلميذ، يعني في بلاصه ما انه الاستاذ يشجع التلميذ باش يصلح اغلاط، وحتى كنت حطينا برودكسيون اكريت في التابلو خليها بلاش اسم، دونك يشجع التلميذ ديجا باش يتنمر على بعضهم ويضحكوا على اغلاط بعضهم. نشوفوا انا نتفكر كي كنت نقرا في الكوليج، الحقيقه انا شخصيا ما تمرش على العنف، فما نتفكر كنت في الكوليج عندنا استاذ نتاع تكنيك، اي حاجه تجي قدامه بركار كوس معناها كرسي اي حاجه تجي قدامه عادي يضرب بها التلميذ، وهذه تسببت حتى في برشا حوادث، فما اللي يضرب على عينه، فما اللي يضرب على راسه وغيره.
هو لهنا حكيت على العنف العنف اللفظي. العنف اللفظي راهو يقعد اكثر من العنف المادي، علاش العنف المادي تيمارسه في وقته وسيبو معناته وفت الضربه سي وفت، امر العنف اللفظي راهو يقعد له تراكمات تراكبات لين يكبر يولي له مرض نفسي ويولي في ديبرسيون ويولي في برشا حاجات. ملك حكيت على العنف اللي تسميه عنف عادي، معناها باش تضرب تلميذ على خاطر غلط غلطه صغيره، عنف عادي. اما قلت ما نعموش على خاطر اكيد فما اسئله تسمع تقول لك انا حتى كي يكون في المكتب كي نعطيها مكذبه بس غير بالعصا ما تتحسش معنا، فهمت؟ اما ما نعموش فما سيدة فريمون صحيح بيه. هنا خلينا نقولوا لي كل اشكال العنف مدانه مهما كان صحيح. حتى كان كانت الغايه نبيله نتاع نضربوا باش ما عادش يعاود الغلطه هذه ولا كل السؤال. هنا نحب نطرحه عليكم. قبل بيتنا وماتنا وكل كانوا يحكيوا لنا انه مزادهم قبل كانوا يتعرضوا للعنف، وانه توا معناه ما اثرش فيهم برشا العنف هذاك، ما فماش معناه اضطرابات نفسيه والا ناس معناها كرهت القرايه على خاطر العنف. هنا السؤال على العنف اللي كان يتمارس قبل وتوا، يعني تراو انه توا الطريقه اللي يمارسوا بها الساده خاصه، خلينا نركزوا على النقطه هذه، على التلامذه نفسها اللي كانت قبل، معناها قبل كان يضربوا بالعصا، توا ولينا نشوفوا التلميذ اللي عينيه منفوخه والاستاذ اللي راسه يتحل، وبعد نرجعوا نحكيوا عليهم وكل ملك. هو انا يمكن ما مش في الطريقه نتاع الممارسه نتاع العنف الفارق، علاش لي بارون تاعنا يقولوا لنا احنا تعرضنا قبل العنف في المدرسه وتربينا لاباس وقرينا والكل ما صار لنا شيء، اما الفرق في جينيراسيون، احنا جينيراسيون تاعنا اللي بلو فراجيل توا عصر التكنولوجيا الريزو سوسيو والكل، قبل يمكن كانوا اقرب للي بارون تاعهم وحاطين اكثر بعائلتهم باصحابهم، حتى كان انسان يتعرض هكا للنوع نتاع ما نعرفش ازمه نفسيه ولا يتقلق فما كالاحاطه والقعده مع العبيد اللي تخليه ينسى. توا اكل الطفل اللي ينغمس معناها يبدا يقرا في المكتب معناها على 7 سنين ينغمس في لي ريزو سوسيو وتليفون نهار كامل، سي نورمال مش باش ينجم يواجه الحاجات هذوما بنفس القوه اللي واجهها بها امي ولا بابا كي كانوا صغار معناها جوالي الفرق هي هذا. ملك حكيت لنا على العنف اللي سلطوه الاساتذة على التلامذة، خالد انت كنت تحكي لنا على العنف اللي يسلطوه التلامذة على الاساتذة، اسكو كيما تو كيما قبل معناها حتى في نسبة الانتشار معناها؟ لا هو قبل معناتها كان انه فما تقدير وتقديس، او نقولوا كلمة تقديس بين قوسين اللي هي للبروف، تو نحسوا اللي هي نحت الكلمة هذيك ولد انه البروف بقى ولا هو والتلميذ كيف كيف. هذه جت من فاز نتاع اليوتيوب انه تقرا يقرا بالفلوس، ما ترك انا نخلص فيك، معناتها هذيك اللي خلت انه البروف ولا هو نفس قدر نقولهم دائما بين قوسين ما بين هو والتلميذ. ملك حكيت لنا على لي ريزو سوسيو تاثيرهم، هذا يخليني نمشي اكثر للسؤال نتاع شنو اسباب العنف. هو خلينا ساعه قبل ما ندخل في اسباب العنف نقولوا ما فما حتى مبرر للعنف، ما فما حتى سبب يبرر العنف، ولكن اكيد فما دوافع اللي اديت بالاشخاص سواء الاطر التربويه والا التلامذه ولا الطلبه انهم يمارسوا العنف. سؤالنا هنا، هل العنف معناتها اللي جاي هذية اساسا من تقصير من المؤسسه التعليميه بيدها والا من التلميذ بيده والا من العائله ولا غيره حسب رايك ملك؟ انا نشوف انه الدوافع نتاع العنف باش ما نجموش حتى نحسبوها معناها، وكل طرف فما حتى طرف نجمو نحيلو المسؤوليه نتاعو، كل طرف يتحمل المسؤوليه عنده جزء معناها من الريسبونسابيلتي. يمكن زيد العلاقه ما بين الاساتذه ولا المعلمين والتلامذه، يمكن التلميذ مازال ساعات يغزر للاستاذ على اساس انه طرف مهيمن ولا مسيطر عليه ولا يوصل له الغزره نتاع كالعبد اللي يخوفه ولا العبد اللي يحب يقسو عليه ولا يحب يعاقبه، دونك تولي فما اونتر غيميك الغزره نتاع العدو، عبد هذيك نخاف منه يحب يتقوى عليا. دونك هذيك علاش نشوف انه العلاقه ما بين الاساتذه والتلامذه هي اللي مازالت هكا مش واضحه بالكدا، اباغ الدوره نتاع العائله اللي كي باش تبعث ولدك للمكتب او الحاجه او البلاصه يتربى فيها الطفل معناها هي عائلته، بعديك عائلته الثانيه تكون المؤسسه التعليميه ولا التربويه. دونك حتى العائله عندها دور انها تفهم التلميذ اللي هو ماشي لبلاصه فيها قواعد فيها حقوق فيها واجبات فيها حاجات لازم يعملهم حاجات ما لازمش يقولهم تصرفات ولا سلوكيات ما لازمش يمارسهم. يعني حسبك انت ملك فما مسؤوليه مشتركه، لان فما العائله مسؤوله، فما المدرسه مسؤوله، المدرسه كيقولوا المدرسه يعني الاساتذه والعاملين معناتها اللي دايرين والكل. حسب رايك خالد معناتها ابار الاطراف هذيا، المنظومه التربويه بيدها معناها الهيكل التربوي بيدو، هل عنده دور معناها على في تفاقم الظاهره نتاع العنف؟ هو اكيد على شيء انه حتى كي نشوفوا البروجرام معناتها نتاع الدراسه كل شيء انه مشوا نفس اللي قروا بها جينيراسيون اللي قديمه باش يبقى متواصل على 20 30 40 سنه لقدام، على شيء هي تو الدنيا ماشيه وتتطور وماشيه انه زيد تتحل اكثر، معناتها مش باش نبقوا نفس البروجرام نبقوا نقروا فيه على طول على طول على طول كاكل كوبي كلي صب عند الناس الكل واخرج بيه، ما وقتها انه هو تولي التلميذ ما عادش عنده
كإرادة أنه مش يمشي يقرأ أصلاً، مادام البروغرام أنه هو نفسه قاعد يتعاود وما عندهش يفايدة أنه مش مواكب التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة. خلد حكينا على النقائص اللي في وسط المدرسة الداخل، حكي على التوقيت، حكي على كل شيء، معناتها المشاكل اللي داخل المدرسة. حسب رأيك مليك الخارج متاع المدرسة المحيط، هل عنده دور معناتها في تفاقم ظاهرة العنف؟ كيخرج التلميذ البرة ما يلقاش وين يترفه، ما يلقاش وين يعدي الوقت الفراغ متاعه، ما يلقاش دور ثقافة، ما يلقاش دور شباب، ما يلقاش قاعات رياضة البرة وغيره. هل هذا عنده دور معناتها في تفاقم ظاهرة العنف خاصة من قبل التلامذة؟ بيان سور، هو عبد يبدا عنده وقت فراغ وما عندوش الاسباس وين يمارس فيه الهوايات ولا الحاجات اللي مغروم بهم، فماش دور ثقافة. انا في دور شباب بدا قاعدة تسكر في بلاصتنا مع السنوات، معناها يحلوا أكثر دور شباب. انما في دور شباب قبل كانوا الشباب شطو فيهم والكل توقع قاعدين يسكروا، يعني بالعكس نورمالمون نمشيو ونتطوروا ابار لي ريزو سوسيو والاعلام والكل. مانجموش نحمل المسؤوليه الكل خاطر الايامات هذيا قاعده تدور برشا الظهر نتاع الاعلام، هو اللي يخلي في الصغار معناها يتعلموا في السلوكيات هذيا سامحني. اما لي بارون ما فماش مراقبه للتليفونات نتاع صغارهم، ما فماش تحفيز كي يحفزوهم باش يمشيو باغ اكزومبل نهار الاحد في بلاصه ما يقعدوا في الدار يتفرجوا في يوتيوب ولا ما نعرفش شنو، باش يمشيو منهم انسكري مسرح، من عرفش انا موسيقى، ثم معناها اكيد نلقاو بلايص. وهوني باقي نرجعوا للدور نتاع المؤسسه التعليميه ولا المؤسسه التربويه، خاطر نورمالمون يكون فما نوادي زايده باش الصغير يعاد يفهم حتى كالور كروز هذيك اللي نورمالمون ما تكونش موجوده في جدول الاوقات. باهي، خلينا نرجعوا للسبب اللي خلينا نحكيوا اليوم اللي نعملوا البودكاست هذايا باش نحكيوا على ظاهره العنف في المؤسسات التعليميه. هو كما قلنا في البدايه انه ظهر هذه انتشرت خاصه في البريود الاخرانيه، معنا شفنا برشا حوادث ومشاهد خايبه برشا اللي انتشرت في الراي العام واللي اكيد معناتها اثرت فينا، وفما برشا حوادث بقات عالقه في اذهاننا. حسب رايك خالد، شنو هو اكثر معناتها حادثه نتاع عنف اللي صارت في البريود الاخرانيه واللي بقات راسخه في مخك واللي تعتقد انه معناها من المهم ان نحكيوا عليها اليوم؟ هو نتاع ليسي حي النصر اللي التلميذ ورا البروف ملابس داخليه من النساء، معناتها بالحق ما قدرش ما قدرتش نلطف الكلمة أكثر من كامل. بالحق حادثة خايبة ياسر، أنه تلميذ يدخل وقت البروف قاعد يقري ويعمل له جاسك في مكاره. هي هو رزما يظهر لي تعاقب التلميذ وطرد حسب ما في بالي، هي باها وطرد التلميذ وخرج للشارع وتعلم المخدرات ودخل في ثنية الانحراف وعملهم الكل. هي ما شنو شنو احنا شنو وقت شنو استفدنا؟ لا تو نحكي وبعد تو نحكي ونرجع بعد نحكي في الحلول. اما الردع زاد عن كل كسرت مهم، فما ردع ردع المدير نتاع المعهد ما قالش اللي هو طرد العبيد الكل، تناقلت التلميذ الطرد والكل في واحده من الاذاعات تونسية، حكي المدير وقال راهو توقع يتلقى في الإحاطة النفسية اللازمة وبعد وقت يحب يرجع باش ترجعه أمه. باش وانت مالك شنو أكثر الحوادث اللي ريتها واللي أثرت فيك؟ بيان سور الحادثة الأخرانية في المعهد متاع الزهرة برسمي من أبشع الحاجات اللي ريتهم. ما نعرفش شنو السبب اللي يخلي تلميذ ينجم يرتكب حاجة كما كيكا، كما تعرف لي ريزو سوسيو هكا يغلطوا برشا، معنا احنا شفنا برشا دي بوست كل باش تهبط حاجة التلميذ عنده مشاكل من نوع هذا، الأستاذ قال الكلمة هذه، التلميذ يحب يعاود دفواره، حتى شيء ما يبرر الحاجة اللي صارت. أما أنتخو طن لازمنا نخموا زيدة في النفسية بتاع التلميذ اللي شهدوا على مشهد كما هكيكا، والأستاذ بعد ما يرجع لبيس إن شاء الله بقدرة ربي، وكيف كيف زيدة التلميذ بيدو اللي بتكب الحاجة هذه. التلميذ ما نعرفش نتصور شنو بحسب رأيك باش يكون مسيره توا مالك؟ ما نعرفش، هو القرار ماهوش عندنا احنا، سديبون شنو باش يكون المصير بتاع التلميذ. اما الاكثر حاجه نتمناها انه يتلقى الاحاطه النفسيه اللازمه، معناها باش هو بده يفهم شنو صار له في اللحظه هذيك، خاطر حسب ما سمعت ما كانش فما لا تاثير مخدرات لا حتى شيء، معناها يعني في كامل مدارك العقليه وارتكب السلوك هذا. دونك اكيد فما حاجه تخلي التلميذ في عمر كيما هكاك يعمل حاجه هكا. انا قريت ما نعرفش نجم تكون المعلومه مش صحيحه، ما قريت انه فما واحد ادعى انه من الجيران نتاع الطفل هذايا وقال اللي الطفل هذايا في العائله نتاعو في الصغر كان ياسر ياكل في الضرب من عند بوه وامه، معناها كان فما عنف كبير داخل العائله. دونك اذا كان المعلومه اللي قالها صحيحه فانه معناها ما نحبش نقول منطقي، وانما فما نوع من المبررات اللي تخلي الشخص هذا يكون عنيف. معناها اذا كان شخص ياكل في الضرب وهو صغير ما نجم تنتظر منه انه يكون عنيف معناها في نهايه الامر. انا يظهر لي اكثر حادثه اللي اثرت فيا واللي بقات في مخي هي صارت يظهر لي جمعه ولا جمعتين تالي، اللي هي حادثه بتاع وقفه عملوها طلبه
كليه الحقوق والعلوم السياسيه والاجتماعيه بتونس سيون جوريديك نتاع 10 ديسمبر اللي ينددوا فيها بظاهره التحرش. على ما يبدو فما شكون حتى من الاساتذه ومن الاداريين وخاصه من الطلبه زملائهم اللي تكررت ظاهره التحرش معهم. معناه فما يظهر لي فما طالب وحيد اللي معناتها قام بالتحرش بعشرات البنات اللي موجودين في المؤسسه واللي رزمو في محيط نتاع سيون جوريديك عندهم الوعي باش انهم معناتها خذوا الثقه في رواحهم وعملوا وقفه وذكروا اسم الشخص ونددوا به بالممارسات نتاعو. خاطر مهمه هذه حتى كان ما يتحاسبش معناها قانونيا مهمه باش معناتها يشهروا به باش الظاهره هذه باش الظاهره هذه هذه ما عادش تتعاود. اي سورتو اي سورتو انه في العنف الجنسي او الارسلمان هذايا غالبا العباد راهي تخاف باش تحكي. توا في العنف المادي يمشي تلميذ ولا تلميذه تقول له استاذي ضربني، اما في العنف الجنسي ولا الارسلمان يخافوا خاصه البنات من عائلتهم. تعرفوا انتم مع عقليه المجتمع وغيره باش يحملوهم المسؤوليه بالضبط. خاطر كنت تلبس لقصي وخاطر كنت تعمل في المكياج هذا اللوم عليها هي مع هاي شكون ليه ليه لذيك المجتمع يحط اللوم على الطفله ان هي الغلط بالضبط. انت هيك ما قلت لك انت تلبس القصير وانت تخرج في الليل وانت مش عارف شنو دونك ديما الطفله هي اللي غالطه. دونك لهنا انا ماذا بين نشكرهم معناها على خاطر حتى بعد الوقفه هذه فما برشا فكات اخرين كما في كليه الحقوق في سوسه وكل اللي كانوا يتعرضوا وفي المنار زاد اللي كانوا يتعرضوا فيهم برشا بنات للتحرش واللي عملوا برشا وقفات باش ينددوا بالظاهره نتاع التحرش. دونك جينيرالمون هذا ما هما الحوادث اللي ذو اللي ذا هما اكثر حوادث نفكرهم. خلينا توا نحكيوا على اهم نقطه يظهر لي انا لنا اللي هي الحلول. كيفاش نجموا نراو الحلول؟ خالد تعتبر انه مثلا العقوبه اللي حكينا عليها من قبل كتنجم تكون حل باش الحالات هذه ما عادش تتكرر؟ اكيد ما تكونش حل على شيء انه توصل انك تطرد مثل تلميذ ولا تحطه في الحبس مش هي حل، انك معناتها لازمك تلقى له حلول. العقوبه مش بالضروره حبس، نجم نحكيو على عقوبه مثلا طرد من المكتب ولا طردته من الليسي. شنو مصير وشنو تا يعمل بعد ما طرد من الليسي وشنو مصيرته بعد؟ وخليني نسال كان سؤال، اذا كان ما طردوش اذا كان يبقى تكون احاطه ومن بعد يرجع يقرا احاطه ومن بعد يرجع يقرا معناتها علاش طرد نهائي اي اما يلزم يكون فما عقوبه انه يظهر لي معناها. خاطر مثلا الحادثه اللي حكى عليها خالد نتاع الاستاذ اللي هز ملابس داخليه قدام الاستاذ نتاعو وانا اتفرج في الفيديو معناها هنا كبيره ما نعتقدش انه معناها حتى للرمزيه نتاع الحادثه شخص كيما هكاك باش يرجع معناتها المدرج نتاع كليه ولا نتاع مدرسه ولا نتاع كوليج ولا غيره باش يقف قدام استاذ اخر وكيفاش باش يخزر هو الاستاذ والاستاذ اخر كيفاش باش يخزر له. انا مانيش قاعده على الباب، اما هل انت ترى انه تلميذ يدخل يهز ملابس داخليه في وسط قاعه ويحطهم هكاك قدام الاستاذ هو تلميذ متوازن؟ ولا خلينا من تلميذ هو شخص متوازن يعني هو ما نعرفش ساعة في كل كلاس اسكو سيتا مينور ولا لي، اما اللي علينا يعني هو شخص متوازن شخص في كامل مداركه العقلية شخص ما نعرفش انا حالته النفسية معناها في حالة صحية ولا ما نعرفش كيفاش نقولها معناها ما ينجمش يكون عبد قاعد يعيش في حياة عادية يعني معناتها نلوجوا على الاسباب قبل ما نلقوا حلول سهلة اللي هي معناتها تطرده ديريكت. اعطينا السبب نتاع هو علاش عمل كيف ما كيك علاش ما نكفوش نحكوا معاه ونهزوا الاخصائي النفسي يعطينا الاسباب. كلامك خالد هذا يهزني لسؤال اخر زاد مهم يظهر لي، هو شنو احسن طريقه نراوها للتواصل السليم معناها بين المؤسسه التربويه ككل الاساتذه والمعلمين وكل وما بين التلميذ حسب رايك ملك؟ صح انا نشوف انه لازم حصص بين التعارف والاساتذه مش التعارف التقليدي نتاع نص ورقه وعسلامه وبوك شنو يخدم وامك شنو تخدم خاطر ما عندهم فيش ينفع ولا التلميذ ولا الاستاذ. التعارف انهم يحكي الاستاذ يشارك افكاره يشارك الاستراتيجيه اللي باش يخدم بها مع التلميذ نتاعو ولا الطلبه نتاعو يسالهم على مواهبهم على غرامهم باش هكا ينجم هكا ينجم يدخل في وسط الحصص نتاعو معناها طرق جديده تخلي التلميذ انه يتحفز اكثر باش يحضر الحصه نتاع الاستاذ هذيك يتعرفوا على بعضهم يتشاركوا الاراء يعطيو مقترحات نتاع الحاجات اللي يحبوا يشوفوهم في المدرسه يمكن يقربوا التلامذة للاطار التربوي الكل يحسوا اللي هما اون فامي اكثر من انه الاطار هذيك هو مسيطر عليهم واقوى منهم ودا
الدوام نتاعو جسلو عقوبات و... وانت خالد يمكن هنا نرجع بيك الحادثه نتاع سيدي بوزيد في المدرسه اللي البروف هز التلامذه كل واحد شنو حلمته باش يكون وعمل لهم دي بانكارت حطها لهم فوق الطاوله كي يدخلوا يلقى كل واحد اسمه والمهنه نتاعها شنو معناتها بالحق هذيك حاجه تخلي التلميذ انه هو يطبح اللي يحب عليه انه تخلي انه لقى معناتها انت تلميذ تخلي يلقى روحه ومياح مش ولي محامي لقى في الطاوله نتاعها السيد محامي فلان فلاني معناتها حاجه سمحه ياسر علاش ما يكونوش حاجات كيف مكا حساس تعرف تكون كيف مكا شنو حلمة التلميذ كي يدخل يلقى كأنه بيرو كامل طموحه موجود. مرسي خالد على الاكزامبل اللي عطيته اللي يمكن يظهر لبرشا ناس حاجه سهله وبسيطه شنو اللي عمله جاب دي كارت وكتب لهم اساميهم والاخر محامي ذاك استاذ ولكن انا الحقيقه مستني على الاخر معناها فيها برشا رمزيه محلاها ويظهر لي حتى من تعبيرات الوجه نتاع التلامذه اللي ريليهم مع تصور حاجه ياسر توشون. دونك باش نمشي لسؤال اخر اللي انتم حكيتوا عليه زاده اللي هو الفولي بسيشيك. هل انه الجانب النفسي والاضطرابات النفسيه اللي نجم يعيشها الاستاذ بما انه شخص عنده عائله وعنده صغار وعنده مشاكل وغيره والا التلميذ بما انه يبدا معناها كيفاش نقولوا مراهق معناها مازال صغير وقاعد في مرحله نتاع تنش او غيره دونك ينجم يعيش تقلقات نفسيه. يظهر لي اكثر حد ينجم يجاوبنا على السؤال هذا هو مالك شنو هو التاثير النفسي نتاع المشاكل اليوميه والا نتاع فتره المراهقه واللي نجم يؤدي لانتشار ظاهره العنف هذا. احنا قبل ما نحكيو حتى على فتره المراهقه نحكيو على لي زيكسبيريونس انفونتيل اللي هما اهم حاجه في البسيكولوجي نتاع اون بيرسون ادولت. دايوغ كي كنت انت توا تحكي قلت فما شكون ادعى اللي هو جار الطفل اللي ضرب الاستاذ وقال اللي هو كي كان صغير كان ابوه وامه كان ديما ابوه يضرب في امه ولا حاجه كي راهو اون اكسبيريونس انفانتيل حتى كان انت في الوقت هذاك ماكش تتذكر يعني كي نسالك انا شنو تتذكر الاج دو ما نعرفش انا 4 ولا 3 ans باش تقول لي ما نتذكر حتى شيء الوغ كو هي قاعده في شكل صوره في الميموار نتاعو كتنجم تاثر عليك برشا. دونك قبل حتى ما نوصلوا للمراهقه ابار المشاكل اللي نجم يعيشهم مراهقه فما برشا اشخاص يعني مش نحكي كان على تلامذه فما حتى اساتذه عندهم ام بروبليم دو كوميونيكاسيون ما نعرفش انا مراحل التكوين بتاع الاساتذه ولا المعلمين ولا العباد اللي يخدموا في الاطار التربوي اون جينيرال اما ما نعرفش اسكو يقراوا بسيكولوجي يقراوا بسيكولوجي دو ترافاي كما كنا نحكي قبيله قبل ما نبداو اسكو ما نعرفش يعلموهم شنو هي الطرق اللي نجموا يتواصلوا الطرق السليمه واحسن الطرق نجموا يتواصلوا بها ويوصلوا بها المعلومه للتلامذه نتاعهم يعني كيف كيف التلامذه وكما قلت انت لي زادوليسون المراهقين ان سارتان مومون المراهق ينجم ينطوي على روحه يلوج على ذاته يلوج على شخصيته تلفصات تولي عنده مشكله في البارتاج تو سكي تواصل مع العالم معناها خاصه مع لي ريزو سوسيو. دونك بيان سور الفولي بسيشيك تري امبورطون ان يكون فما اخصائيين نفسيين مع في كل ليسي ولا في كل معهد ولا حتى في كل بلاصه فيها دو ليسي ميساج اخصائي نفسي واحد يعني واضح مالك. احنا ديما نحكيو على الترين واللي يجي مؤخر ما نحكيوش على الترين واللي يجي في الوقت دونك عادي نحكيو على المشاكل وعلى العنف وغيره ولكن هذا ما يمنعش انه في المدرسه نتاعنا في الجامعه نتاعنا فما برشا حاجات تفرح فما برشا اساتذه كما حكي خالد قاعدين يجتهدوا يعملوا في حاجات حتى بامكانيات بسيطه فما برشا تلامذه وطلبه اللي منورين وجه تونس الداخل والبرا شفنا برشا نجاحات خاصه من الطلبه. دونك نحكيو على المشاكل اللي نزيد نثمنوا اللي قاعد صاير رغم الامكانيات الضعيفه. يعطيكم الصحه خالد وملك كانت حلقه ياسر محلاها. يظهر لي نقفلوا الحلقه اليوم وان شاء الله نتقابلوا في حلقه جديده من امور تمنا البودكاست. بسلامه والى اللقاء.